هذه وقفة احتجاجية في مدينة سبها، قوامها طلاب وأطفال وعائلات تجمعوا في مكان مخصص للمطالبة بكشف مصير الطفل المختطف مصطفى البركولي. العيل مخطوف لي أكثر من 8 شهور، والراجل مخطوف لي حوالي سنتين. طالبوا بالدولة والسلطات والمسؤولين يتحركوا معنا، لابد يطلق سراح الطفل. الطفل انحرم من العام الدراسي اللي فات، وانحرم من العام الدراسي الحالي. مش ممكن، وين قوتنا؟ وين بلادنا؟ وين قواتنا المسلحة؟ نطلب من وزارة التعليم، من الوزارة في ان يساعدونا، ربي فيك أسرى مصطفى إبراهيم بركولي. المحتجون شددوا على وجوب بذل الجهات الأمنية دورا أكبر في محاربة الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل المتورطين في قضايا إجرامية خلت بأمن المدينة حسب قولهم. أتمنى من الجميع نظرة إلى هذه المدينة والعمل على استقرار المدينة ورجوع المخطوفين، حتى إذا كانوا ميتين يعطوا العلم. ما حد بيعاند الله سبحانه وتعالى، قتلت خلاص أنت، لكن على الأقل شيء طمنها له، أعطيهم معلومة صحيحة. ما هي معقولة. وقفة احتجاجية غلب عليها الطابع الإنساني بهدف الضغط على السلطات لمعرفة مصير الطفل المخطوف وجعل قضيته قضية رأي عام، والانطلاق منها في محاربة كل مظاهر الانفلات الأمني.